لقاء جديد ضمن برنامج سوا نسعى من خلاله لنضوي على أشخاص عيشوا الغربة ونتعرف على تجاربهم. لقاءنا اليوم وضيفتنا نيفين ملوح، مقدمة برامج دخلت الصحافة من خلال العمل الإذاعي من 10 سنوات وقدمت أهم الحفلات والمناسبات. بتحرك كل أحاسيسك بلحظة الاستماع لصوتها، مميزة بحضورها بنجاحها وبنجوميتها. يسعدنا وأهلا وسهلا فيك نيفين ملوح ضمن برنامج سوا وحلقة جديدة. مرحبا هشام، مرحبا لكل اللي عم يشوفونا. عادة معودة أنه أنا أكون بمكان اللي بيطرح الأسئلة، اليوم الاستجواب معي رح يكون صحيح، بس أكيد بعرف أنه الحلقة رح تكون بأمانتك يا هشام. يعني نتمنى تكون حلقة حلوة وهي دائما من القلب وإلى القلب. ببداية هذا اللقاء نيفين بحب أطرح عليك سؤال بديهي، يعني خبرينا شوي عن بداياتك وعن تواجدك بالكوت ديفوار. فإذا مثل ما سبق وذكرت، أنا نيفين ملوح، لبنانية من الجنوب، درست Advertising and Marketing بجامعة بيروت. الكوت ديفوار ما كانت أبداً ضمن رح نقول الخطط المستقبلية لألي، ولكن بما أنه الزواج هو سنة الحياة، تزوجت، جيت على أبيجان، شاءت الظروف كمان والصدف أني أتلاقى بحضرتك هشام ونبلش مسيرتنا المهنية الإعلامية سوا. نيفين، خبريني كمان شغلي، شو صارت تعني لك الأضواء والشهرة؟ الأضواء هو إجمالاً فينا نقول الضوء هو الحياة، من دون ضوء ما فينا نمشي ولا فينا نستمر. بس المشكلة بالناس يلي بتنبهر بهيدا الضوء وما بقى تعرف تلاقي طريقة. نعم. أما بالنسبة للشهرة، الشهرة هي القوة، الشهرة بتخليك تتمكن من كتير من الأمور، وقديش حلو أنك تعرف تستغل وتستفيد هيدي الشهرة بالأمور الإيجابية، لأنه بتعرف بمهنتنا هشام الضوء مسلط علينا. صحيح، وضوء وشهرة يعني سلاح كتير قوي وفتيك، لازم الواحد يعرف يستعمله إيجابيا ليساعد وينور هيدا المجتمع والناس اللي عم بتتابعه. نعم. هلأ بهيدي اللحظة هيك إجا براسي سؤال. أنا بلقاء حكيت أنه هيدي المهنة كانت هواية، ومن بدايتي عرفت مهنتي. هل كنت بيوم من الأيام تتخيلي أنك تدخلي هيدا الدومين نيفين؟ يمكن ولا حتى 0.0%. أنا كمان من هيدول الناس هشام يلي المهنة هي اختارتهم، أنا ما اخترتها لأنه ما كان ببالي أبداً، ولا حتى بالجامعة درست شيء دخله بالصحافة والإذاعة والإعلام. فتت فيها من باب تجربة مزح، يعني شيء بضيع فيه وقت، وبعدين لقيت أنه صارت جزء متجزئ مني، من شخصيتي، من حياتي اليومية. هذا شيء كتير حلو أنه مهنة ممكن تغير بأسلوب حياة كامل. فكيف إذا كانت هالمهنة هي إعلام وصحافي وإذاعة وأضواء وشهرة حلوة فعلا. أي. نيفين، من بعد وجودك بالكوت ديفوار وأنشأت عائلة، شو اللي عطيتك إياه الكوت ديفوار؟ خليني أقول هشام إنه الكوت ديفوار عطتني أكثر من ما أخذت مني. نعم. الكوت ديفوار عطتني العيلة، عطتني الاستقرار، عطتني الأمان، عطتني كل شيء فيه اسمه وسائل راحة. الكمان فيني أقول شغلة إجمالا، نحن منحب نصنف نقول بلد الأول وبلد الثاني. أنا اليوم كتير بعيدة عن هيدا التصنيف، وحتى هشام فيني أقول أنه أنا عندي هيدول البلدين بنفس المستوى، يعني لا بستغنى عن الأول ولا حتى عن الثاني. دبلوماسية بامتياز، برافو عليك. طيب مهنيا خبرينا نيفين عن أهم الإنجازات اللي عملتيها بمسيرتك المهنية الإعلامية، يعني وشو الشيء اللي ترك بصمة عندك؟ مسيرتي المهنية الإعلامية بالكوت ديفوار صار لها ما فوق 10 سنين. نعم. وأكيد بهيدول 10 سنين راديو بي ال ام قام بكتير من الإنجازات والأحداث، منهم مناسبة سنوية اللي هي عيد الأم،
في عندك مناسبة ملكة جمال لبنان الساحل العاج الاغتراب، في عندك بعض كان كثير من المناسبات الاجتماعية مثل السهرات الرمضانية والوطنية مثل الاستقلال وغيرهم كثير كتار، شاركنا كراديو بي ال ام بكثير من المناسبات. الأحب والأقرب لإلي هو لحقول إنجاز الاحتفال بالأمهات من خلال الاحتفال بعيد الأم يلي كنت تكريم حس حالي كان تكريم لل بهيدا التكريم كنت حس حالي قديش أنا قريبة من الناس، وكنت شوف بعيون هيدول الأمهات المحبة يلي بكنوها لإلي شخصياً على الحياة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني. نعم، نيفين بيقولوا الأذن تعشق قبل العين أحياناً، وأنت بالبداية وصلت لكل الناس من خلال صوتك، قدي برأيك الصوت بيكون له تأثير على كتير ناس وعالم؟ هشام، هون فينا أقول لك أنه المحبة من الله والموهبة بتخلق مع الإنسان، بكفي أنه ينميها يشتغل عليها ليقدر يوصل للنجاح ويحصد مثل ما عم بتقول محبة هيدا الناس. نعم. يمكن أنا اليوم مبسوطة وما كنت شي بتوقع أن الناس تحب صوتي، لأنه مثل ما عم تقول هن سمعوا صوتي قبل ما يشوفوني. نعم. وفي هيدا البرنامج اللي بحطوه The Voice، قديش مهم أنك تحب الشخص، لأنه بالإجمال كل قراراتنا مبنية على الشكل. إذا منشوف الشكل حلو منتقرب من الشخص، إذا شكله ما كتير عجبنا من بعد عنه. يمكن أنا بقوله بشكر الله اليوم صوتي حلو، ويمكن لأنه كنت عم بحكي بالصدق وهيدا الصدق وصل لقلوب الناس وبيدلوني إياه بمحبة. دائما يقال أنه كل شيء من القلب يصل إلى القلب. كمان عندي سؤال بيتضمن نحكي عن الحلم بعد هالمسيرة وهالنجاحات، شو الحلم اللي بعد تحلمي فيه مثلا؟ بتصدق هشام، العمر بيخلص، الأحلام والأماني ما بتخلص. حلم يمكن مش حلم قد ما هو أمنية. اليوم نحن شايفين ساحل العاج قديش رايحة نحو الانفتاح على كل الأصعدة، إن كان مهنية اجتماعية شو ما بدك، عم بيكون في كتير تطور وانفتاح. نعم. كنت بتمنى أنه كمان ينوبنا من الحب جانب على الصعيد الإعلامي، ونقدر كجاليات متنوعة موجودة بساحل العاج نقدر نتواصل من خلال اللغة، من خلال الموسيقى أكثر وأكثر، يعني يصير في عنا حرية بعد أكثر لنقدر عن جد يكون في هيدا التواصل العميق اليومي اللي عم يكون ملزمنا. نعم. يعني اللي بيفهمه من كلامك نيفين أنه حلو أنه يكون في كمان تعبير للجاليات من خلال وسائل الإعلام. أكيد 100%. نعم. بتعرفي شان في ناس اللي بتحكي لغتهم 100%. في ناس بتكون موجودة بساحل العاج بتقضي 7 لـ10 لـ15 سنة ما بتزور بلدها. نعم. يعني ما بقى في تواصل، في شرخ، في كسر كتير كبير. اليوم أنت من خلال هيدا الإعلام عم ترجع دايما تحيي هيدا التواصل. نعم. هيدا الذكرى، تقاليد اللغة، العادات، اللغة، الفنانين فنيا ثقافيا من خلال الإذاعة. بتمنى أن يكون في عنا حرية أكثر أنه نقدر عن جد نوصل الصوت لكل، بما أنه أنا لبنانية رح أحكي عن اللبنانية. نعم. لكل لبناني بلغته العربية الأم. نعم. طبعا أنا كمان بضم صوتي لصوتك، وإن شاء الله هيدي الأمور مع التطور اللي إحنا وصلنا لإله من خلال الإنترنت والسوشيال ميديا، يعني اللي صارت موجودة بكل أنحاء العالم. نيفين، اللقاء كان كتير حلو، ودائما الأوقات الحلوة واللحظات السعيدة تنتهي بسرعة، يعني أشرفنا لنهاية اللقاء. بدي أترك الكلام الأخير لإلك لتوجهي لكل مشاهدي برنامج صباح. أكيد بتشكرك هشام على هيدا اللقاء. رسالتي اللي حتكون أكثر شخصية، كلنا بنعرف أنه إيد لوحدة ما بتزقف، دايماً لما بيجتمعوا أكثر من إيد مع بعض بصير في نجاح، بصير في تقدم أكثر. حاولوا دايماً بحياتكم اليومية يكون في لحنقول تعاون أكثر، انفتاح أكثر، ومصداقية أكثر. لقاءنا لهون بيوصل للختام. دائما مع برنامج سوا لقاءات متجددة، خليكم معنا.